السعادة كلمة خفيفة على اللسان حبيبة إلى القلب، وهي شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير. وما من إنسان إلا وهو يسعى إلى إدراكها في الحياة من أجل العيش بحياة رائعة مليئة بكل ما هو باعث على الجمال والصفاء والهناء. حول موضوع السعادة منهج الحياة، يسعدنا أن نرحب معنا بالدكتورة آمنة خليفة، أستاذ جامعي. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة. يا مرحبا، حياك الله. موضوعنا عن السعادة، ونحن كنا سعادة بوجودك معنا دكتورة. وأنا سعيدة أيضا بوجودي معكم، وأهنيكم على هذا الموضوع، لأن من الموضوعات المهمة، من المهم طرح مثل هذا الموضوع. كثير من العلماء السابقين لكلمة السعادة، لأن مثل ما ذكرتي أنت في البداية أن السعادة هي مشاعر وأحاسيس، والمشاعر والأحاسيس تختلف من إنسان لإنسان. قد أجد سعادتي أنا في موضوع معين، قد لا يجدها الآخر، لكن بشكل عام هي الصفة اللي نتفق عليها، ما نتفق على المفهوم نفسه، يعني تعريف. نعم. للسعادة، هل هي السعادة لما يكون عندي مال؟ صحيح. هل السعادة لما أكون أسرة؟ هل السعادة لما أنجح في عملي؟ هل السعادة لما أقدم خدمة للآخرين؟ هل سعادتي لما أرزق بأطفال؟ ما هي السعادة؟ كل إنسان له وجهة نظر معينة في الشيء هذا اللي يحقق للسعادة. المهم في النهاية هو الشعور بالطمأنينة وبالسكينة وبالراحة وبالقدرة على العطاء. نعم، تأكيد دكتورة. كل ما كنت قادرة على أنك تعطين تأكدي أنك سعيدة. رائع، هذه النقطة جميلة جدا. السعادة هي في العطاء. الكثير من الناس يعتقدون السعادة هي في الأخذ، بينما حقيقة السعادة حينما أعطي الآخرين. طبعاً. أعطيهم ماذا؟ أعطيهم كل شيء، حتى البسمة. حتى لما تتبسمين لهم، حتى لو تراعين مشاعرهم، حتى لو تقدمين لهم خدمة مهما كانت بسيطة. يمكن الطرف الثاني يعتقد أن هذا الشيء اللي أنت تقدمين لي إياه في بعض الأحيان حتى مستحيل أنك تقدمين لي إياه. سبحان الله. نعم. والله لكن بكل بساطة قدمتي لي إياه، فشعر بمنتهى السعادة، يحس أن الدنيا مو بواسعتنا اليوم. صحيح. وهذا الإنسان الذي يتلقى. والله نعم. يعني وإحنا نحس فيه في أحيان كثيرة، لما يجيك خبر بسيط جدا، يمكن آخرين يمر عليهم مرور الكرام، لكن يجيك هذا الخبر، أو حد يتصل فيك، أو يقول لك إحنا سوينا الشيء الفلاني، أو أنا نجحت في الشيء الفلاني، أو أنا اليوم عندي الحاجة الفلانية، شعور غريب يتملكك وبراحة ما تتصورين، وتعيش معاك على فكرة. نعم، بالتأكيد. هذه الراحة لفترة زمنية طويلة. جميل. يعني يمكن تكون يوم كامل، وهذا اليوم الكامل اللي هو اليوم اللي أنت بتشتغلين فيه، واليوم اللي بتعطين فيه، طالما أنت شعرتي بالسعادة بيكون عطائك أجمل، وابتسامتك أحلى، وقدرتك على التجاوب مع الآخر. حتى لو كنتي ما تبغين تخدمينهم، بس شعورك الداخلي انك سعيده بتقدمين لهم وانت وايد مبسوطه. فعلا، اذا السعاده شعور، اذا صح التعبير معدي، اذا كنتي انت سعيده هو ينتقل للاخر. ما يحب كلمه عدوى، لان العدوى شيء. احنا نقول دائما من جاور السعيد يسعد. صحيح. صح ولا لا؟ نعم. فاذا انت دائما يعني، وبعدين الشعور بالسعاده، عفوا، يعني انت ما تطلبينه من الاخر. الشعور بالسعاده انت تخلقينه. نعم. انت جوتش تخلقينه لنفسك. في بعض الاحيان يعني سامحيني، لما يكون عندنا مشاكل داخل البيت وداخل الاسره، او مع الاولاد او مع الزوج او كذا، تتنكد وتضيق وتحس ان هي يعني ما عندها راحه ومش مطمئنه. لا، اخلقي لك جو سعاده. زوجي والله اليوم ما يبي يطلع، وانت حابه ان تطلعين، اخذي عيالك وطلعي معاهم،
نعم. وتفسحي معاهم وحققي الرغبة اللي أنت تريدينها. لا أنتظر أن يعطيني الآخر السعادة ولكن لا لا أبداً. أنت دائماً الإنسان يخلق السعادة حول نفسه ويخلقها، وهذه السعادة اللي بيخلقها الهالة، إحنا نقول هالة يخلقها الإنسان حول نفسه وبتنعكس هذه الهالة على الأطراف الأخرى. بالتأكيد. حتى هم يقولون يا سلام اليوم فلانة مبسوطة، ينطر اليوم على الوجه، فرحانة. نعم. اليوم مستانسة، وأكيد لما أدخل عليها خاصة إذا كانوا يعني كان مسؤول أو مسؤولة لما يشعرون أن هذا مبسوط يتكلم معاهم زين، يقول يا سلام الحين بنطلب طلباتنا اللي نريده. نعم. لأنه مبسوط وسعيد. بالتأكيد دكتورة، أي إنسان يستمير قلبه إلى الشخص المبتسم والشخص البشوش. هناك من يقول السعادة هي الحصول على المفقود، بينما بعض يقول لا السعادة هي الرضا بالموجود. ما رأيك بين هذين المعنيين؟ شوفي بالتأكيد الرضا بالموجود كمرحلة أولى عشان ما أعيش في شقاء، كمرحلة أولى وأبحث عن الأفضل. نبحث عن يعني الأفضل. عارفة يعني إحنا نقول لما تريد تطلع السلم ما تطلعها من فوق، تطلعها سلمة سلمة. أنت عندك هدف صح لا؟ وأنت مقتنع أن هذا الهدف هو اللي بيحقق لك السعادة، مستحيل توصل له يعني بسهولة، فتحتاج إلى مراحل ومراحل ومراحل حتى تصل إلى هذا ممتاز. الهدف المطلوب. نعم. إذن السعادة دكتورة هي مسألة شعور مثل ما تفضلتي، ولكن تحتاج إلى عمل من الإنسان. طبعاً. لا يجوز يقول أنه أريد السعادة أعطوني إياها ولكن لا. يسعى لا مستحيل. لا 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 شوفي سعادتك بمساعدة الآخر مثل ما قلت، سعادتك أنك أنت تعطي الآخر وأنت تنتظر من الآخر في نفس الوقت. نعم. لكن أنا دائماً أقول الإنسان يبدأ بنفسه، ما يطالب الآخرين دائماً يعطونه. مشاهدينا الكرام توقف عند هذا الفاصل لنرى الاستطلاع مع بعضنا البعض ثم نعود بعد ذلك. السعادة هي الحياة. السعادة وسط الأسرة والأولاد، أكتر من كده ما فيش يعني. يعني الفلوس لا بتجيب سعادة ولا الشغل بيجيب سعادة، هي السعادة وسط الأولاد بس. السعادة أن أنا أجلبها لنفسي أو والحولي تمام. السعادة لنفسي بأن أنا أكون وسط أهلي وسط ناسي وسط صحابي، ان انا اعمل خير للناس، ان انا ما اذيش حد، ان تكون السعاده ونكون وسطنا بنحب بعض كلنا، ما حدش يؤذي حد ونكون كلنا ايد واحده مع بعض في كل حاجه. انا شايفه ان السعاده يعني في العطاء، ان الانسان يكون عنده عطاء، ان هو يدي السعاده مثلا انه يساعد ولاده ان هم يكونوا احسن، يساعد جوزه ان هو يواجه يعني متاعب الحياه، يساعد الناس اللي حواليه على قد ما يقدر. السعادة عطاء بتهيألي، يعني دي حاجة جميلة جدا، اللي بيدي بيحس بسعادة أكتر. السعادة ممكن تكون في العقل، يعني إنه قناعة بشكل عام، الواحد يطلع على غلطاته هو مثلا كأنه الله يسلمك ما يركن كل شيء أو ما يكون اتكالي أو ما يلقي اللوم والغلطات على الناس الثانية على حاله، ويبدأ في أموره نفسه هو ممكن، ويحاول يحل مشاكله اللي هي متكون عنده شوي شوي ويتوكل على الرحمن. أول شيء أنه الإنسان يقتنع أنه اللي عنده هو شيء يكفي، يعني ما يظل يطلب أو يطلب أكثر من اللي عنده. أوكي أنه يكون طموح بس ما يظل يتململ أو يحس أنه اللي عنده قليل ويظل يطمع أنه يأخذ أكثر وأكثر، يعني يطمح بس بحدود. يعني الرضا عن النفس، الشعور بالاكتفاء الذاتي، ما منبع السعادة يعني منبع السعادة من الإنسان نفسه من داخله هو. السعادة أنك ترضي نفسك وترضي من تحب، وأهلك وأسرتك وعائلتك، هاي السعادة الحقيقية، أن واحد يكون محبوب بين أهله وناسه. نعود معك دكتورة إلى موضوع السعادة، عيشتينا فعلا بجو من السعادة بوجهة البشوش. لماذا أحيانا الإنسان يعجز أن ينال هذه السعادة؟ ما معوقات السعادة؟ إحنا دائما نقول أن في أي شيء في الحياة مصدره الأساسي ومنبعه الأساسي هو الإنسان. بداية لابد أن يعي الإنسان أن الحياة المستقرة المطمئنة تحتاج إلى جو معين
يعطيك نوع من السعادة. لابد أن يكون لدي وعي أنا كإنسانة بأهمية وقيمة أني أكون سعيدة, وأن السعيدة سعادة عفوا تقيني من كثير من الأمراض النفسية. صحيح. من الأمراض الصحية, من الأمراض, إحنا حتى بعض الأحيان يروحون بعض الأخوان والأخوات للطبيب يقول له أنت ما فيك شيء, يعني جسديا أنت ما فيك شيء, أنت يمكن قلق, أنت يمكن متوتر, أنت تعاني من ضغوط نفسية معينة. يجب أن يكون لدي وعي بقيمة وأهمية السعادة, بأن السعادة هي المصدر الأساسي لراحتي النفسية والصحية. إذن يجب أن يكون لدي الوعي هذا. نعم. وبناء على هذا الوعي اللي بيكون عندي, أنا أخلق الجو العام حولي اللي حقق لي هذه السعادة. كيف؟ أنا هاي أبغيها. كيف؟ لما أتعامل مع أولادي, لما أتعامل مع زوجي, لما أتعامل في مجال العمل, لما أتعامل مع الشارع, لما أتعامل مع مديري, دائما صدقيني دائما إحنا نقول لكل فعل ردة فعل. ما أعتقد أن أنا لو دخلت بشكل بشوش وفي أريحية وكلام يعني فيه يعني كلام جميل, ما أعتقد أن الطرف الآخر بيقابلني بردة فعل سيئة. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما أدخل علي وأنا متنرفزة وأنا مشدودة وأنت عملت لي وأنت عملت لي وأنت سويت وأنت سويتي مش عارف إيش, أكيد أنا بكون بتوترة وبوتر الطرف اللي قدامي. عرفتي في آليات معينة هي اللي تخليني أنا أكون سعيد. وبعدين دائما الإنسان يبحث عن يعني لابد أن يقرأ وعن صفات الإنسان السعيد, ولابد أن يقرأ عن مصادر المصادر اللي تحقق لي السعادة والعقبات اللي تواجهني حتى يعني أتجنبها حتى ما أكون أني أنا مش إنسانة سعيدة. صح. فيجب أني أنا أكون قارئة, وخاصة أن إحنا هذا العام عام القراءة وعندنا وزارة, وزارة السعادة. صح. يعني أنت لو بس الواحد يعني ببساطة شديدة أنا وياك نسأل نفسنا ليش أنشئت وزارة السعادة؟ لأن إحنا نريد كمجتمع أو كمؤسسات نريد من أي إنسان أن يكون إنسان يعطي. نعم. والإنسان غير السعيد لا يستطيع أن يعطي. صحيح. فلا إنشاء مثل هذه المؤسسات وهذه الوزارات حتى تنشئ من البرامج ومن المشاريع ومن المبادرات التي تؤدي إلى إسعاد الإنسان. ممتاز. وعندما يسعد هذا الإنسان بالتأكيد نسبة عطائه, أنا يعني أنا أتمنى الحقيقة أن بعد فترة معينة بعد مرور 6 شهور على الأقل من إنشاء هذه الوزارة وطرح برامجها ومشاعرها وتفاعل الوزارات والمؤسسات مع, أكيد أستاذة نجيبة تشوفين الآن كثير من الوزارات والمؤسسات قاعدة تقدم دورات تدريبية. صحيح. تقدم مؤتمرات, ملتقيات, ورش تدريبية حول السعادة من كل المراحل السنية. جميل. من مرحلة الأطفال حتى مرحلة الشباب حتى مرحلة الكبار. صح. ليش؟ لأن احنا نريد أن نعيش الجميع في هذا الجو, لأن شو اللي يعطونهم إياه في الدورات وورش العمل والملتقيات؟ كيف يمكن أن تكون سعيداً؟ ما هي مصادر سعادتك؟ نعم. كيف تخلق السعادة لك ولمن حولك؟ نعم. هذه الأمور التي تفضل فيها دكتورة فعلا تؤكد أن السعادة الآن أصبح منهج حياة, وهذا طبعاً عنوان حلقتنا. ولذلك هناك 20 مارس أعتقد اليوم العالمي للسعادة طبعا اللي الناس تحتفل فيه, ولكن رمزي. صحيح. وإحنا من دائما دولة الإمارات ولله الحمد من الدول السباقة لإسعاد شعوبها. نعم. وأنا أقول لك يعني الشيء اللي يفرح أن كافة الوزارات والمؤسسات تتسابق من أجل يعني صياغة أنشطة وبرامج وإدخال حتى في خططها وبرامجها. نعم. وإدخالها حتى في أهدافها. جميل. الاستراتيجية مسألة السعادة. نعم. أنا أصبح في كل مؤسسة تقريبا ما يسمى بسفير السعادة. بالضبط. بيكون هو حريص على أن يشيع هذا الجو. فرضنا الآن عندي مؤسسة, هذه المؤسسة كيف يمكن أن تشيع
هذا الأمر موضوع السعادة في موظفيها وللمجتمع أيضا؟ في عدة مجالات. نعم. النجاح له ثمن والسعادة أيضا لها ثمن. نعم. صح ولا لا؟ عشان أنا كوزارة أو كمؤسسة أحقق النجاح، ليش أنا أريد أسعد الموظفين اللي عندي؟ لأني أريد إنتاجية. نعم. أريدهم ينتجون، وأنا في جو في كآبة أو ما في، ما أشعر أني أنا سعيد بانتمائي لهذا المكان، ما أستطيع أعطي، وحتى لو أعطيت أعطي في حدود معينة لأنه من باب الواجب. ما الذي يسعد الموظف دكتورة؟ شوفي، رواتب مثلا؟ شوفي، جزء منها الرواتب، تعامل المدير، إتاحة الفرصة، مشاركته في القرارات. نعم. مشاركته في الخطط والبرامج، إتاحة الفرصة له ليعبر عن ما عن داخله. صحيح. صح ولا لا؟ يعني الآن في استطلاعات رأي كثيرة تنظم في الدوائر والمؤسسات، واستطلاعات الرأي هذه مهمة جدا. مش أنا أسوي استطلاع رأي عشان أحفظه بالدرج، أنا أسوي استطلاعات رأي عشان أنا أقعد أحلل استطلاعات الرأي وأتوقف عند النقاط السلبية حتى أتجاوزها، وأعزز الجوانب القوية والإيجابية حتى أزيد منها. ممتاز. وأعرف في مؤسستي أو في دائرتي أو في وزارتي ما هي نقاط القوة والضعف التي تعطي يعني تمنح الموظف المزيد من السعادة وبالتالي المزيد من العطاء والمزيد من الإنتاجية. في بعض الموظفين طول النهار يطالعون الساعة متى بيخلص الدوام، صح ولا لا؟ لكن البعض الآخر بعد الدوام بساعة وساعتين قاعد. ليش؟ نسأل ليش الموظف هذا؟ لأن مسؤوله المباشر أشعر بالسعادة وأشعر بقيمته وبأهميته، وأن أنت تمثل شيء مهم بالنسبة لهذا المكان اللي أنت تعمل فيه. بالإضافة إلى هذا، أنه يحس أنه هو شريك في البرامج وفي المشاريع التي تطرح، صح ولا لا؟ نعم. فيحس أنه ولاء وانتماء وأن جزء من هذا من هذا الحدث. دائما احنا نقول إذا أردت أن يكون الإنسان يعطيك ويعطيك بقلب قوي ويعطيك بسعادة، يجب أن تشركه فيه وخذ رأيه. نعم. نعطيه الفرصة أن ناخذ رأيه، ومش يعني نأخذ رأيه وخلاص، نأخذ رأيه ونقول له ليش، عطيني المبرر. ممتاز. وممكن نأخذ رأيه في نفس الوقت ننفذ البرامج إذا رأينا أنها مهمة. ودائما يمكن في بعض المؤسسات اللي هي المؤسسات اللي تريد السعادة لموظفينها والنجاح لها، دائما تشكل ما نسميه بفرق العمل. فرق العمل الهدف الأساسي مو بعشان أنا يكون عندي فريق عمل، لأننا نتكلم يعني ما نسميه بالعصف الذهني ونفكر مع بعض حتى. نعم. نتخذ القرار الصائب. نقطة جميلة ذكرتيها دكتورة، أن الموظف لا يحتاج حتى يشعر بالسعادة، أنه راتب أو علاوة هذا جزء. هذا جزء. ولكن حينما يشعر بتقديره لذاته، تقديره لعقله لرأيه، هذا يعطيه معنى أعمق ويشعر بالولاء لهذا المكان. والله يا أستاذة نجيبة، كم يشعر الموظف حتى لو سوى وأخطأ؟ وإحنا دائما نقول الإنسان اللي يعمل يخطئ، لكن اللي ما يشتغل ما يخطئ. صحيح. صح ولا لا؟ لما يخطئ في شيء متى بيتعلم؟ متى بيكتسب خبرة؟ متى بيكتسب مهارة؟ لما يخطئ. وأي أنا وأعلمه. نعم. وأوجهه وأنصحه وأقول له لا، نسوي بهذه الطريقة ونسوي بهذه الطريقة. نعم. إذن السعادة عملية متبادلة أو شعور متبادل. بالضبط. أنت تريد أن تكون سعيدا، إذن أسعد غيرك، تسعد بالضبط نفسك. فالذي ينتظر سواء كان في البيت أو في أي مكان عمل، أنني أريد أن أكون سعيد ولكن أخذ فقط دون العطاء، هذا أبدا لن يشعر وهذه بالسعادة. لابد أن تكون أستاذة نجيبة، أن تكون الآن فرصة بالنسبة لوزاراتنا ومؤسساتنا اللي تنظم ملتقيات وورش عمل، يجب أن تؤكد على ثقافة السعادة. أن السعادة تكون منهج حياة. نعم. جزء من حياتنا اليومية. صحيح. أني أنا أحرص أني أسعد الآخرين عشان الآخرين يحرصون على إسعادي. والسعادة لا يشترط أن يكون إنسان سعيد طول الوقت 24 ساعة، لأن إحنا بشر، نحن بشر، توازن. نحن بشر، قد نحزن ولكن ودائما السعادة حتى درجات. نعم. مو بالله حتى أنواع، في درجات. أكيد. حتى درجات، بعض الأحيان أنا أكون مثل ما نقول إحنا حتى في كلامنا العادي، في أنا أقول السعادة. في قمة السعادة وأنا نص ونص، نص ونص سعيدة. نحن بشر، وبالتالي بشر. مراعاة بشر. يعني إنسانيتنا وعشان إحنا بشر
لابد أن نراعي الجوانب الإنسانية والنفسية. بارك الله فيك. دكتورة آمنة، سعدنا كثيرا بالحديث عن السعادة، كلمة أخيرة تقولينها للمشاهدين؟ أقول أن كل شيء له ثمن والسعادة أيضا لها ثمن، يجب أن نكون على وعي كامل بأهمية وقيمة السعادة، وأن السعادة لا تشترى، إحنا نقدر يعني نحققها لأنفسنا ولأسرنا ولمجتمعنا، وأن إحنا يجب أن يعني نستثمر ما تقوم به الوزارات والمؤسسات هذا العام في موضوع السعادة، خاصة أن عندنا وزارة السعادة، فيجب أن الدورات التدريبية وورش العمل يجب أن نستفيد منها، وأن نؤكد على أهمية وقيمة ثقافة السعادة، وأن يجب أن يدرك القادة وصناع القرار والمسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات بأن عندما تسعد أفراد العاملين في هذه المؤسسة فهو إسعاد لك أنت كمسؤول أو كمدير، وأيضا هو الوسيلة الرئيسية للعطاء والإنتاج، فاحرص على إسعادهم. شكرا لك دكتورة، فعلا كنا سعيدين بالحوار معك. وأنا أسعد. الله يحفظك. الله يبارك. كل الشكر والتقدير للدكتورة آمنة خليفة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي قدمتها لنا. مشاهدينا، وفي ختام فقرتنا نود أن نشير إلى أهم ما جاء فيها. مقياس السعادة الحقيقية يكمن في راحة البال والرضا والقناعة. الإنسان لا يولد سعيدا ولا تعيسا، ولكن البيئة والأسرة هي التي تحدد بعد ذلك شخصيته. الشخص غير السعيد دائما ما يعاني من المشاعر السلبية مثل القلق والإحباط والضيق، وقد يتفاقم هذا الأمر فيتطور في النهاية إلى أمراض نفسية مثل الاكتئاب والانفصام.